بدءا من السب والقذف إلى الضرب ومحاولات للقتل. تقول أم ذهب إنها تعرضت لجميع أنواع العنف على يد زوجها، وتؤكد أنها اضطرت للتنازل حتى عن حقها القانوني حفاظا على سمعة أولادها. حاول قتل 5 مرات. أول مرة خنقني بالطرحة واستنجدت بالناس. تصدر عام 2021 عدد من جرائم العنف وصفت بأنها الأكثر دموية، أثارت الرأي العام وطرحت العديد من الأسئلة حول أسباب تزايد معدلات الجريمة. أحد أسباب الانتشار هو وسائل التواصل الاجتماعي، بنعتبر أن الفقر هو أحد المصادر الأساسية أو الأسباب الأساسية لتوليد العنف داخل المجتمع. حقوقيون يقولون إن تطبيق القوانين من بين أبرز السبل للحد من تنامي ظاهرة العنف المجتمعي وضمان حقوق الفئات المهمشة. القانون موجود اللي بيعاقب على جرائم القتل، ولكن اللي بيعطل تطبيق جرائم القتل الخاصة أو المسمى بجرائم الشرف مادة 60 من قانون العقوبات، هو بمقتضى الشريعة يقدر السلطة المخولة إن إحنا نخفف الأحكام الخاصة بجرائم القتل. وفي قضايا مطروحة كتير جدا في الساحة ولا يوجد لها غطاء تشريعي. وفق إحصائيات حديثة لمركز البحوث الاجتماعية والجنائية في مصر، تشكل جرائم القتل الأسري ربع معدل جرائم القتل في مصر. تزايد في وتيرة العنف بالمجتمع المصري خلال عام 2021 ترجع أسبابه بحسب خبراء إلى تراكم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، مما يتطلب بذل جهود مستمرة من الدولة والمجتمع المدني لمواجهتها والحد منها. أميرة جدالله، الحرة، القاهرة. وللمزيد من النقاش بشأن هذين الملفين ينضم إلينا من القاهرة دكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. كما ينضم إلينا من القاهرة أيضا عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق. أهلا ومرحبا بكما على شاشة الحرة، وكل عام وأنتما بخير. أبدأ معك سيد جورج، أنت تحدثت مؤخرا في مقال لك في الشروق عن تنوع أشكال العنف في المجتمع المصري خلال الفترة الماضية، تحديدا خلال العام المنقضي، وضرورة وجود تشريعات تواجه هذا التوسع في العنف. كيف تقيم التشريعات التي ظهرت لمواجهة ذلك؟ ده السؤال ليا؟ نعم أستاذ جورج، مسألة التشريعات لمواجهة أشكال العنف التي توسعت في المجتمع المصري. أنا بص، أنا رأيي الشخصي إن هذه الظاهرة ليها، أولا أنا متشكر على الاستضافة، وبحيي قناة الحرة وكل مشاهديها. العنف في المجتمع المصري له شقين، شق ثقافي وشق اجتماعي. الشق الثقافي انك انت بتسمع الناس في مصر كل ما هو سيء، اغاني سيئه، مسلسلات تدعو الى العنف، افلام عنيفه، وكل ده بيأثر في المجتمع اكيد طبعا، لانه اللي بيشوفوه على الشاشه وبيشوفوه في الاغاني وبيشوف يربي الغلظه. لان الاستاذ عبد القادر، دكتور عبد القادر، قال مره في احد مقولاته انك انت سمع الناس موسيقى رقيقة وأغاني رقيقة يرق إحساسه. ده مش موجود دلوقتي، حاليا مش موجود. فكل الثقافة ليها جزء، العنف له جزء ثقافي، الجزء الآخر جزء اجتماعي، اللي هي الضغوط على الناس بالأعباء الكتيرة اللي عليهم، والفقر يؤدي إلى ذلك. عدم تلبية طلبات الأبناء والأزواج والزوجات بيؤدي إلى العنف. فهذا يتطلب أولاً بعد ثقافي وإصلاح ثقافي حقيقي، بحيث أن احنا نقدم للناس أشياء تلطف من مشاعرهم. الحاجة الثانية أن احنا نرفع العبء الضغط الاقتصادي على الناس، لأن الناس فعلا في حالة سيئة جدا. هو ده، هما دول العاملين المهمين اللي بيؤدوا إلى. أما عن التشريعات، فالتشريعات لن تحل شيء، لأن التشريعات موجودة، ولكن رغم ذلك الناس بترتكب هذه الأخطاء.
فاحنا بنتكلم على جورجي لننتقل إصلاح اجتماعي محمد. دور المجتمع المدني دكتور محمد، الإشارة إلى المسؤولية الاقتصادية والشق الاقتصادي ودوره في زيادة معدل هذا العنف خلال الفترة الماضية تأخذنا إلى الإجراءات التي تتخذها الدولة. بدلا من مواجهة هذا التراجع الاقتصادي، الدولة تتجه إلى مزيد من رفع الدعم عن المواطنين. يعني أعتقد المدخل الذي قدمه الأستاذ جورج إسحاق هو مدخل مهم. يجب أن نتعامل مع قضية العنف المجتمعي أو العنف يعني كل مختلف أشكال العنف في إطار أوسع. القضية لا تتعلق بإجراء محدد أو بعد محدد في هذه الظاهرة، هي ظاهرة معقدة ومركبة، بل في تقديري ليست قضية ذات أبعاد داخلية فقط، ولكن أيضا يجب أن نأخذ في الاعتبار يعني أبعاد دولية أيضا. حالة العولمة الشديدة للثقافات والأفكار والظواهر أعتقد أنها يمكن أن تساعدنا أيضا لفهم يعني اتساع ظاهرة العنف في ليس في مصر فقط ولكن في مجتمعات يعني عديدة. حالة العولمة وعولمة الأفكار وحتى أشكال وأنماط العنف يعني أعتقد أنها تمثل مدخل مهم لفهم هذه الظاهرة أيضا. هناك بعد آخر وهو يعني التحولات الجذرية. المجتمع المصري يمر بتحولات جذرية يعني خاصة منذ يناير 2011 وحتى الآن هناك يعني تحولات عميقة. بعض هذه التحولات ذات بعد مجتمعي أو يعني ولكن أيضا تحولات لا علاقة بالسياسات التي تجري على مستوى السياسات الحكومية. أعتقد يعني أنت أشرت إلى بعض الإجراءات أو السياسات الاقتصادية والمالية التي تجريها الحكومة يعني على المدى القصير ربما يكون لها بعض الأبعاد أو يعني التكاليف الاجتماعية، ولكن على المدى الأبعد أعتقد أنها يعني جزء من عملية إصلاح التشوهات القائمة في الكثير من السياسات الاقتصادية والاجتماعية. هناك بعد آخر مفارقة أيضا يمكن أن نأخذها في الاعتبار. يعني أستاذ جورج إسحاق أشار إلى نقطة مهمة تتعلق بالموسيقى أو أشكال الفن الراقي، ولكن حتى هذه القضية هي موضوع يعني حوار وجدال. هناك تيار آخر يرى أنه لا يجب التعامل مع هذه الظواهر بقرارات أو يعني مثل ما قامت به نقابة إحدى النقابات المهمة في مصر وحاولت التصدي لهذه الظاهرة، ولكن في المقابل كان هناك تيار آخر يرى أن المجتمع هو الذي يجب أن يحكم على هذه الظواهر، ويجب أن نأخذ يعني أو نضع الظواهر على مدى زمني أبعد، بمعنى أن المجتمع نفسه هو الذي سيقوم بتصحيح هذه الظواهر والقضاء على بعضها إذا ما كانت قضايا سلبية. فحتى فكرة الانفتاح نفسها أعتقد أنها يعني من وجهة نظر بعض التيارات يرى أن هذا الانفتاح نفسه عامل أساسي أو أحد العوامل وراء انتشار ظاهرة العنف المجتمعي. فهي ظاهرة مركبة ومعقدة بامتياز، ويجب أن نتعامل معها بمنطق يعني تعدد المداخل أو الأسباب، وفي نفس الوقت تعدد أو مداخل المحتملة أو الممكنة لعلاج هذه الظاهرة. ابقى معنا دكتور محمد. ننتقل لسيد جورج إسحاق، ناقشنا مسألة العنف المجتمعي، لو انتقلنا لمسألة حقوق الإنسان، ما تقييمك كعضو في المجلس القومي لحقوق الإنسان وانتقلت من التشكيل القديم إلى التشكيل الجديد، ما تقييمك للعمل المنقضي في ملف حقوق الإنسان؟ ملف حقوق الإنسان ملف مهم جدا في مصر، وأنا أعتقد أن المجلس القديم أدى واجبه بشكل كبير، ولكن هناك طبعا معوقات كانت موجودة، بعض الجهات لم تكن تستجيب إلى الشكاوى وكده، فإحنا بنتمنى أنه يحصل تحول جديد في المجلس القادم. وكذلك إحنا طبعا يعني مش مستنيين حد، أنا ضد التدخل الخارجي بكل أشكاله، يعني لما الأمريكان يطلعوا بيان والألمان يطلعوا بيان أنا ضد ده بشكل كامل، لأن الإصلاح لا يمكن هيحصل إلا من الداخل، إلا من خلال يعني ما حجم استجابة الداخل سياسة مختلفة لهذا الخطاب عن السياسة الموجودة حاليا، هو ده اللي يحل المشكلة. نعم، ما حجم استجابة الداخل، ما حجم الاستجابة للمطالبات الداخلية بتحسين ملف حقوق الإنسان؟
طبعا في مطالب كثيرة جدا، وعلى سبيل المثال مثلا إن المجلس القومي لحقوق الإنسان عامل اتفاقية بين المجلس وبين مصلحة السجون في متابعة وطريقة التعامل مع السجناء، عايزين نطبق ده. الحاجة الثانية، أنت ضروري طبعا تطبق ما جاء في الدستور، لأنه أنت عندك مثلا المادة 51 تتكلم على الكرامة وحق لكل إنسان وتلزم الدولة بذلك، 54 بيتكلم على الحرية الشخصية، 94 بيتكلم على حقوق الإنسان أثناء التحقيق. وهذه مسائل يعني سهل تطبيقها، وأنا أعتقد أن الاستراتيجية التي أعلنت في 9 سبتمبر أعتقد أنه ضروري نشتغل عليها ونفعلها، لأن فيها إيجابيات كثيرة. دكتور محمد، من بين الانتقادات التي كانت تواجه للحكومة المصرية فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، مسألة حالة السجناء والرعاية الصحية خصوصا مع الجائحة، ما الذي فعلته الحكومة للرد على هذه الانتقادات؟ أنا رأيي إنه فعلا دكتور في محمد خلل سيرد في معاملة السجناء. ضروري تفضل دكتور محمد. تفضل. السؤال لي؟ نعم، أسألك عن الجهود التي تقوم بها الدولة بعد الانتقادات الحقوقية بشأن حالة السجناء الصحية وتوفر الرعاية الصحية بعد الجائحة. يعني أعتقد العودة إلى خبرة العام الماضي أو العام الحالي المنقضي يعني على الأقل تشير إلى أن هناك عملية إفراج على الكثير من السجناء. أولا، النقطة الثانية إنهاء بعض المحاكمات وإصدار أحكام، والأحكام كما نعلم تمت أمام القاضي الطبيعي، وبالتالي أعتقد أن هذا يمثل رد مهم على جزء كبير أو هذه الانتقادات. ولكن الأهم هو ليس التعامل مع قضية السجناء، هي قضية إحدى القضايا أو إحدى الأبعاد في قضية أو ملف حقوق الإنسان في مصر. ويعني غالبا التوجهات الغربية والتقارير الغربية تتعامل للأسف مع قضية حقوق الإنسان بمنطق الاختزال، بمعنى اختزالها في قضية واحدة مثل قضية السجناء. ولكن قضية حقوق الإنسان يعني التعامل الحكومي معها هو تعامل يتم بمنهج متكامل، وما زالت الدولة المصرية متمسكة بوجهة نظرها، وأعتقد أنها يعني بدأت تلقى الكثير من التفاهم سواء من الخارج بالإضافة إلى التفاعل الداخلي أيضا مع هذه الاستراتيجية. الأستاذ جورج إسحاق أشار إلى نقطة مهمة أو أحد الإنجازات المهمة تتعلق بإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي استراتيجية تقوم على المفهوم المتكامل، ويعني أيضا حتى التعامل أو التطبيق المتكامل من جانب عدد كبير من المؤسسات سواء كانت المؤسسات الرسمية أو المؤسسات غير الرسمية. أشكرك جزيلا دكتور محمد، كما أشكر أيضا ضيفي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق، شكرا جزيلا لكما. ونستمر في مناقشة هذا الملف، لكن الوقوف على دور الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في المساعدة للحد من هذه التجاوزات، ينضم إلينا من واشنطن المدير السابق لشؤون شمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي وكبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى بن فشمان. أهلا ومرحبا بك معنا. بعض الردود الحكومية أو حتى المؤيدة للدولة في مصر تركز على الرد بأن الدول الغربية تركز على مسألة السجناء وحرية التعبير وتتجاهل ما تنجزه الدول في ملفات أخرى متعلقة بحقوق الإنسان، كيف ترى هذا الرد؟ واضح أن ملف حقوق الإنسان والاحتجاز والإدانة والمقاضاة غير القانونية، كل هذا حظى بالانتباه، ولكن هناك دائما حاجة للحوار الشامل مع الحكومة المصرية حول قضايا حقوق الإنسان. نحن نقصر هذا النقاش على حالات معينة مثل حالة الصحفي
والذي طالب بتقليص مبيعات السلاح إلى مصر، وكان هناك مطالبات بحوار شامل مع الحكومة المصرية. واضح أن العلاقة الثنائية معقدة، ونحن نعتمد على مصر في الكثير من القضايا مثل دعم قضايا إقليمية. وإذا تعلمنا أي شيء من آخر 10 سنوات أو نحوها منذ الثورة، هناك قضايا تتعلق بالحقوق داخل البلاد. ما الذي تغير في تعامل الإدارة الحالية عن سابقتها مع ملف حقوق الإنسان في مصر؟ واضح أن إدارة ترامب، وأنا أقتبس منه عندما وصف الرئيس السيسي بأنه ديكتاتوره المفضل، ومن ناحية الشرق الأوسط بشكل عام، إدارة ترامب لم تهتم بقضايا حقوق الإنسان في الدول الشرق أوسطية الأخرى أو دول العالم. إدارة بايدن تؤكد على الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما عبر عن ذلك في قمة الديمقراطية التي عقدتها الإدارة مع أكثر من 100 دولة. وعلينا أن نؤكد أن هذه الدول منها دولة واحدة وهي العراق مثلت الشرق الأوسط، وهذا يؤكد على حاجة الإدارة لإعادة تركيزها على الديمقراطية في المنطقة، هذا إذا أرادت أن تكون صادقة في تعهد الرئيس بوضع الديمقراطية من جديد على الأجندة الإقليمية. القاهرة ترد بأنها أعلنت استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وأفرجت عن عدد كبير من السجناء خلال الفترة الماضية. لماذا لا ترى واشنطن أن هذه خطوة إيجابية؟ أعتقد أنهم يقومون بذلك، أخذين بعين الاعتبار الأمثلة الخاصة بالإدانات الأخيرة لمجرد التعبير عن الرأي، وهناك مزاعم تعذيب في السجون، وأيضا قمع حرية الصحافة، ومصر أمامها طريق طويل لقطعه في هذا المجال. المسألة ليست قضية الجهاز التنفيذي، أعضاء الكونغرس أيضا عبروا عن رأيهم، ومصر تعتمد على أعضاء في الكونغرس للحصول على مساعداتها الخارجية. هذا موضوع لا يهم حزب واحد فقط، والقضية ليست ديمقراطي ضد الجمهوري. ونعود إلى إدارة جورج دبليو بوش ومبارك، هناك قضايا معقدة بالنسبة للتعاون بين مصر والولايات المتحدة، ويجب أن يكون هناك تركيز على الحوار. لشؤون شمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي وكبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، شكرا جزيلا لك.